الأستاذ محمد جمال زميلنا الصحفي في القاهرة 24. مساء الفل يا محمد. الفل يا كابتن اسلام، مساء الفل طبعا على كل مشاهدي قناه النادي الاهلي. محمد طبعا صحفي وفي موقع القاهره 24 ومتخصص في تغطيه اتحاد كره القدم. دلوقتي يا محمد انا الحقيقه جبت، هات لي يا سمير لو سمحت الخبرين. الخبر الاول وحضرتك مكتوب اسمك عليه، مكتوب ان الكابتن عصام بيقول حتى الان مباراه الاهلي وبيراميدز في الكاس دون الفار. ما صحه هذا الامر؟ بص يا كابتن اسلام، طبعا كلنا عارفين ان كاس مصر القديم ده كان مفترض ان هو يتلغي. نعم. الكوره حاول اكتر من مره مع الشركه الراعيه انه يلغي كاس مصر، لكن ما قدرش ان هو يوصل لحل. نعم. فاضطر ان هم يلعبوا الكاس ويضغطوا بيه في المواعيد الجديده، لا صحه تماما يعني ان انديه عايزه الكاس تتلعب والكلام ده، القصه كلها شركه راعيه بحته. فبعدها على طول طبعا كلنا عارفين ان كان في دور الثمانيه الماتشات اللي كانت اتلعبت لو نفتكر كان الفار مش موجود. مظبوط. طبعا الاهلي وبيراميدز الفتره الجايه مفترض ان هو يتلعب 26 يونيو، فهل هيتلعب من غير كاس من غير فار ولا لا؟ شفنا امبارح الزمالك واسوان ده في نص النهائي، يعني الناس بتقول لا طب ما ماتش الزمالك واسوان كان في كاس مصر كان بفار. يا جماعه ده في نص النهائي. مظبوط. ده نص النهائي مش دور الثمانيه، لسه مباراه الاهلي وبيراميدز متبقيه من دور الثمانيه. نعم. فبالفعل يعني حاولت انا بقى عايز اعرف طب هل فعلا الاهلي وبيراميدز هيبقى استثناء؟ هل هتبقى فار في ظل طبعا الفتره اللي فاتت والتحكيم انا من وجهه نظري مش جيد. نعم. التحكيم عنده نواقص كتير جدا جدا جدا، ومش كل ماتش يعني بنشوف اعتراضات، يعني لان بالفعل في اخطاء يعني غريبه شويه. فبالفعل اتواصلت مع كابتن عصام، كابتن عصام دايما بيوضح بصراحه يعني، فاتواصلت معاه. هو الراجل قال لي لحد دلوقتي يا محمد لم يتكرر بعد، يعني احنا ناخدها كصحفيا طبعا ان حتى الان هو بدون فار. مظبوط. يعني حتى اللحظه طالما لم يتم تحديد ان المباراه او يتم اصدار قرار ان المباراه تكون باستثناء وتكون بفار، يعني يتم تعديل في اللائحه. ده كلام منطقي، ده كلام منطقي الحقيقه. الكلام المنطقي ان حتى اللحظه دي يا كابتن اسلام ان المباراه فعلا بدون فار، لان لم يتم صدور قرار سواء من لجنه الحكام او باتحاد الكوره لوجود ان المباراه يبقى فيها استثناء لحساسيه المباراه الاهلي وبيراميدز، ومباراه كبيره طبعا ما بين اثنين كبار، انها تكون بتقنيه الفار. فالراجل بصراحه رد عليه مشكورا، قال يا محمد لم يتم حتى الان قرار بشان الامر ده، لم يتم التحديد حتى يعني ان يتخذ قرار في الامر ده. عارف يا محمد انا ما عنديش مشكله في هذا الامر، لانه ده كلام منطقي الحقيقه. الكلام اللي حضرتك بتقوله او اللي الكابتن عصام قاله لك ده كلام منطقي ما فيهوش اي مشكله. صح، الكلام اللي هو بيقوله ده كلام منطقي جدا، ولكن عندي مشكله في اللي جاي وطبعا دي انت مالكش علاقه بيها يعني انا عارف، لكن هي ان الكابتن عصام بيقول تصريح عكس التصريح اللي متقال. يعني هي دي القصه بالنسبه لي. هو ليه كابتن عصام بتقول حاجه الصبح وحاجه تانية بعد الظهر؟ يعني قال لم اصرح بغياب الفار عن لقاء الاهلي وبيراميدز. انا اقول لك يا كابتن المعلومه. نعم يا فندم. كابتن عصام ليه؟ كابتن عصام يقول يعني طبعا يعني ليه الاحترام ويقول اللي طبعا حابب طبعًا يقوله طبعا طبعا، بس انا يعني الكلام ده بيبقى موثق، ويعني يعني دايما بيبقى موثق الحمد لله. ثاني انا عايز اقول لحضرتك حاجه. نعم. كل القرارات اللي هتتاخد خلال الفتره الجايه مباراه الاهلي وبيراميدز مش هينفع من اتحاد الكوره انه يلعبها من غير فار، وهيلعبها بوجود الفار يوم 26 يونيو. مش هيقدر تماما 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 انه يطلع بقرار انه يتلعب من غير فار ويقول ده عشان المسابقه ومش المسابقه. الفتره الجايه هيقول لك انها مختلفه تماما على الكل. الفتره الجايه هيكون فيها تغييرات كبيره جدا 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 بشان التحكيم في مصر، لان كلنا شفنا الاخطاء الكبيره جدا خلال الفتره اللي فاتت. فخلينا واضحين، ودي معلومه مؤكده ان الماتش هيكون بفار، ودي معلومه برضو مؤكده، ولكن هو القرار لحد دلوقتي لم يتم اتخاذه. لان خلينا واضحين مع بعض، هل الكابتن عصام لما كان نفى الخبر اللي هو قايله اصلا، هل قال ان الماتش هيبقى فار؟ هل قال ان الماتش مش هيبقى مفيش فار؟ لا، برضو الراجل ما صرحش، يبقى انا كلامي هو اللي كان صح، لان اكيد كلامي موثق. تمام. طيب انا بشكرك جدا يا محمد، بشكرك على هذا التوضيح ورسالتك وصلت، واعتقد ان طبعا كان من الواجب علينا ان احنا نعمل كده. لو جبت لنا برضو حد من يلا كره شباب يبقى كويس جدا، او اللي كاتب الخبر ده من يلا كره يبقى كويس جدا.